ولكن دي أسرته، طبيعي إن هيشكروا فيه وهيقولوا المشاعر دي كلها. ماذا عن صديقه محمد شعبون؟ صديقته فولت. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ شكون جاب نوبتي أنا؟ لا خير، عرفوني. صديقه. صديقه. وهذه كمان صديقه الثاني معاه. اسمك ايه بس؟ محمد. محمد شهبون. شهبون. ايه رأيك بقى في بدر عموما يعني؟ بدر صراحة هو كان تنقول ليه خويا، حيت انا ما عنديش خويا من الولد ديالي ومن التجاري معاه، هو كنقول ليه خويا، واخا انا اكبر منه بسنة، ولكن انا كنقول بلي هو خويا اكبر مني، حيت هو التعامل ديالو كيتعامل بعقلانية، كيتعامل بواحد الهدوء، يعني هو واخا صغير في المراجع ديالي انا، هو كيبان كبار مني بالعقلية ديالو وداكشي. بغيت نقول الله يسهل عليك والله يعاونك في الفريق ديالك، لانك انت راك واحد الفريق كبير اللي هو الفريق الاهلي، معروف في القاره الافريقيه، وهو اصلا كيسهل داك الفريق. انت لما شفته في اول مباراه ويحصل على بطوله فرحنا كامل، كلنا كنا فرحانين وعارفين باللي مازال غادي يربح بطولات كثير مع الاهلي، لان الاهلي فريق كبير والاهلي ديما تيفوز بالبطولات، ما كاينش شي سنه اللي يخرج الاهلي. طيب محمد شعبون صديق طفوله بدر قال لك رغم ان هو اصغر مني سنا لكن هو اكثر مني هدوءا وعقليته افضل مني لانه كمان كان من صغره عاقل كثير، لكن لفت نظري جمله هو يستاهل الاهلي الكبير. قال لك بدر تقدير يستاهل انه يكون لاعب في النادي الاهلي الكبير. ده راي صديق طفولته محمد شعبون.